بسم الله، تحياتي واهلا بحضراتكم. حلقه الثلاث من كل اسبوع في برنامجكم الحقيقه، واللي اخترنا نتكلم فيها عن عنصرين اساسيين: سند مصر متمثل في المراه، ومستقبل مصر اللي متمثل في الاطفال. الثلاث اللي فات اتكلمنا عن الاطفال وخصصنا حلقه كامله عشان نتكلم عن العنصر المهم ده، لكن النهارده هنتكلم عن السند، مين؟ المراه. هنتكلم في إيه؟ هنتكلم عن ثلاث زوايا على وجه التحديد. الزاوية الأولى زاوية الأمن، والزاوية الثانية زاوية الصحة، والزاوية الثالثة هتكون تحديات وإشكاليات المرأة المصرية اللي بتقابلها في الوقت ده، وهتكون فقرة الضيف. ليه؟ عشان نركز فيها على المشاكل اللي ممكن تكون بتقابل الست المصرية، ومحتاجين نشوف حلول عشان نكمل مسيرة التطور اللي بتعيشها المرأة. المرأة المصرية اللي هي ممكن تكون أمي، ممكن تكون يعني والدة حضرتك، ممكن تكون خالتنا، عمتنا، أيا كان، أختنا، بنتنا، كل الأدوار الاجتماعية اللي بتقوم بيها المرأة كانت في تاريخ مصر ولا زالت الفاعل والمحرك الرئيسي للخروج من كل أزمتها، وكانت ولا زالت الإيد الممدودة اللي بتشد معاها كل حاجة كويسة وتطلع بيها لقدام. إحنا في السنوات الخمسة الأخيرة شفنا اهتمام حقيقي بالمرأة، ابتدينا نشوف اهتمام فعلي في جميع النواحي، في جميع النواحي، مش مجرد شعارات، كلاشيهات، كلام نقول عليه مثلا ايه، تطيب خاطر، لا خالص. زي ما قلنا في حلقات قبل كده ان الست المصرية ابتدت تاخد دورها الطبيعي، الطبيعي، حقها في كل مكان، وده ما كانش من فراغ، انما كان عن ادراك ودراية يعني حقيقية بقوتها وحسن تفكيرها وموقفها الحاسم في صناعة مستقبل البلد دي، سواء بقى على المستوى السياسي أو على المستوى المجتمعي بشكل عام. وفعلا الست المصرية ده كان دورها في تاريخ مصر في الأزمنة المختلفة، ونقدر نقول بكل ثقة وموضوعية إن الست المصرية كانت سبب رئيسي في أمن مصر وأمنها طول الوقت. يعني ببساطة ما كانتش بتستنى مقابل، ما كانتش بتستنى كلمة شكر خالص، هي كانت ست واعية بدورها المسؤول، كانت بتعمل كل ده بدافع حقيقي وإحساس مؤمن بالوطن. الوطن بيبدأ من الست المصرية، مش من البلد ككل، لا، بيبدأ من النواة الأصغر، الأسرة، عمود البيت، العمود الفقري بتاع البيت، الست. وبعد كده بنكبر شوية نوصل لدائرة المجتمع، متمثل بقى في أي مؤسسة إحنا بنختلط بيها، وبعد كده الدايرة بتوسع أكتر، فنبقى فين؟ في البلد كلها. وكأن مصر دي الست المصرية بتتعامل معاها كأنها بنت، يعني بنتها. كل ست مصرية بتحاول بكل حياتها تحميها وتحافظ عليها. مصر كدولة ومصر كعائلة كانت طول الوقت تحت رعاية الستات في مصر، باختلاف بقى الأزمنة واختلاف الثقافات والمستوى التعليمي والمستوى الاجتماعي. دايما اما كنا نيجي نتكلم مع اي ست في مصر في اي محافظه وفي اي مجتمع، بنلاقي ان في نقطه مشتركه ما بين كل الستات المصريات، وهي فكره الحفاظ على الاسره، الحفاظ على كيان البيت، ان هي دايما تسعى انها تحمي ولادها، تحمي وطنها، تحمي كل ما يخصها، وهي تكون مسؤولة عن الدور ده. كل ده برضو ما منعش أي ست مصرية من أنها تساهم في حفظ أمن البلد ده بطرق كتيرة جدا. والكلام اللي بنقوله ده أدركته القيادة السياسية في مصر، وأخدت من البداية مبادرة الاهتمام بالمرأة المصرية، يمكن على مستويات مختلفة، سواء كان مستوى اجتماعي أو سواء مستوى صحي، وكل تفاصيل المرأة اللي تخصها. كمان عندنا دور مصر التاريخي، يعني لو احنا حابين بس نقرأ التاريخ كده، يعني مفيش تقريبا حدث تاريخي مصر عاشته من قديم الأزل إلا ونلاقي في دور كده متبروز لسيدة مصرية.
لازم نلاقي ده. يعني تاريخ المرأة المصرية ودورها في مصر هو اللي بيتكلم عنها، سواء كان دور ظهر، يعني الفرصة سنحت ليها وسمحت لها ان التاريخ يتكلم عنها، وفي ستات عظيمات ممكن التاريخ ما يكونش كتب عنهم، لكن هنلاقيهم في بيوتنا، هنلاقيهم كانوا قدوتنا في مدارسنا، هنلاقيهم قدوتنا في شغلنا. الستات المصريات اللي هم بيتمتعوا بقدر من، يعني ايه اقول، الصحة النفسية الحقيقية. ف يعني الحقيقة احنا بنحاول على قد ما نقدر كل يوم تلات ان احنا بس يعني نقول لهم شكرا، والله جد نقول لهم شكرا، شكرا ان انتوا معانا، شكرا ان انتوا سندنا، شكرا ان انتوا واقفين جنب مصر، شكرا ان انتوا بتحموها، شكرا ان انتوا بتعملوا غربلة لأي تحديات بتواجهها مصر في أي بيت، وبتوعي ولادكم. ودايما المرأة المصرية بيبقى عندها حس فطري، حس فطري ان هي تنتقي. الكلام ده زي ما احنا بنقول كده ايه، قلب الأم، ده كلام مش اعتباطي ولا كلام كده يعني واحنا قاعدين على المصطبة، لا خالص، ده كلام لو احنا بس، هو العلم تلاقيه مقصر بس في الحتة دي، العلم علم النفس، لكن هتلاقي فعلا قلب الأم ده حقيقي، يعني ده موجود فينا كلنا، يا رب يعني خللنا أمهاتنا يا رب يعني، ويصبر أي حد يعني فقد القيمة العظيمة والنعمة دي، ربنا يعوضه خير يعني. لكن أنا بتكلم في فكرة إن هما بيبقى عندهم حس فطري في إن هما بيشوفوا ده شكله مش تمام، ده شكله تمام، ده هيقف جنب مصر، ده جاي يطمع في مصر، ده مش عارف ايه، ده ايه. وبدليل ان احنا شفنا ان اول ناس اصطفت في ثورة 30 يونيو كانت امهاتنا، هما اللي خدونا من ايدينا كده ونزلوا الشارع، مع ان حد يقولك لا ثقافة المرأة المصرية ما تسمحش وبتاع ومنغلق خالص، شفناها هي اللي خدتنا ويلا ننزل. طب ليه؟ مع مسؤولية، هي الست مسؤولة، هي اتربت على كده، كبرت على كده، حست بالمسؤولية، حست بحماية مصر. وحماية مصر دي كمان بقى ده موضوع كبير قوي 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 قوي، لأن في طبقة كده للأسف معانا برضو يعني لسه عندها شوية تلوث فكري، إن هي تقولك لا والله المرأة دي ملهاش غير بيتها وجوزها. ماشي تمام، بيتها وجوزها على عينها يعني فوق راسنا والله، وده دورها الأساسي على فكرة، بس برضو الست لما بتنزل مجال العمل الحمد لله هم اللي بيتكلموا عن نفسهم، شغلهم اللي بيتكلم عنه. ولما تنزل الشارع وتلاقي بنات أمارات زي الشربات زي ما بنقول كده، ولابسين لبس الضباط بتوع الشرطة، وبيحموا الشارع، بيحموا الشارع، بيحموا الراجل قبل الست، وقايمين بدورهم وعارفين هم بيعملوا ايه، وفي نفس الوقت عارفين شغلنا رايح فين وجاي منين. عشان كده بقول لحضراتكم في كل المجالات تاريخ المرأة ودورها في مصر دور كبير وعظيم. الدور ده كمان احنا ابتدينا الثلاث اللي فات اتكلمنا عن الأطفال وخصصنا حلقة كاملة عشان نتكلم عن العنصر المهم ده، لكن النهاردة هنتكلم عن السند، مين؟ المرأة. هنتكلم في ايه؟ هنتكلم عن ثلاث زوايا على وجه التحديد، الزاوية الأولى زاوية الأمن، والزاوية الثانية زاوية الصحة، والزاوية الثالثة هتكون تحديات وإشكاليات المرأة المصرية اللي بتقابلها في الوقت ده، وهتكون فقرة الضيف. ليه؟ عشان نركز فيها على المشاكل اللي ممكن تكون بتقابل الست المصرية، ومحتاجين نشوف حلول عشان نكمل مسيرة التطور اللي بتعيشها المرأة. المرأة المصرية اللي هي ممكن تكون أمي، ممكن تكون يعني والدة حضرتك، ممكن تكون خالتنا، عمتنا، أيا كان، أختنا، بنتنا، كل الأدوار الاجتماعية اللي بتقوم بيها المرأة كانت في تاريخ مصر ولا زالت الفاعل والمحرك الرئيسي للخروج من كل أزمتها،
وكانت ولا زالت الإيد الممدودة اللي بتشد معاها كل حاجة كويسة وتطلع بيها لقدام. إحنا في السنوات الخمسة الأخيرة شفنا اهتمام حقيقي بالمرأة، ابتدينا نشوف اهتمام فعلي في جميع النواحي، في جميع النواحي، مش مجرد شعارات، كلاشيهات، كلام نقول عليه مثلاً إيه تطيب خاطر، لا خالص. زي ما قلنا في حلقات قبل كده إن الست المصرية ابتدت تاخد دورها الطبيعي، الطبيعي حقها في كل مكان، وده ما كانش من فراغ، إنما كان عن إدراك ودراية يعني حقيقية بقوتها وحسن تفكيرها وموقفها الحاسم في صناعة مستقبل البلد دي، سواء بقى على المستوى السياسي أو على المستوى المجتمعي بشكل عام. وفعلا الست المصرية ده كان دورها في تاريخ مصر في الأزمنة المختلفة، ونقدر نقول بكل ثقة وموضوعية إن الست المصرية كانت سبب رئيسي في أمن مصر وأمنها طول الوقت. يعني ببساطة ما كانتش بتستنى مقابل، ما كانتش بتستنى كلمة شكر خالص، هي كانت ست واعية بدورها المسؤول، كانت بتعمل كل ده بدافع حقيقي وإحساس مؤمن بالوطن. الوطن بيبدأ من الست المصرية، مش من البلد ككل، لا بيبدأ من النواة الأصغر، الأسرة، عمود البيت، العمود الفقري بتاع البيت، الست. وبعد كده بنكبر شوية نوصل لدائرة المجتمع، متمثل بقى في أي مؤسسة إحنا بنختلط بيها، وبعد كده الدائرة بتوسع أكتر، فنبقى فين؟ في البلد كلها. وكأن مصر دي الست المصرية بتتعامل معاها كأنها بنت، يعني بنتها، كل ست مصرية بتحاول بكل حياتها تحميها وتحافظ عليها. مصر كدولة ومصر كعائلة كانت طول الوقت تحت رعاية الستات في مصر، باختلاف بقى الأزمنة واختلاف الثقافات والمستوى التعليمي والمستوى الاجتماعي. دايما أما كنا نيجي نتكلم مع أي ست في مصر في أي محافظة وفي أي مجتمع بنلاقي إن في نقطة مشتركة ما بين كل الستات المصريات، وهي فكرة الحفاظ على الأسرة، الحفاظ على كيان البيت، إن هي دايما تسعى إنها تحمي ولادها، تحمي وطنها، تحمي كل ما يخصها، وهي تكون مسؤولة عن الدور ده. كل ده برضو ما منعش أي ست مصرية من أنها تساهم في حفظ أمن البلد ده بطرق كتيرة جدا. والكلام اللي بنقوله ده أدركته القيادة السياسية في مصر، وأخدت من البداية مبادرة الاهتمام بالمرأة المصرية، يمكن على مستويات مختلفة، سواء كان مستوى اجتماعي أو سواء مستوى صحي، وكل تفاصيل المرأة اللي تخصها. كمان عندنا دور مصر التاريخي، يعني لو احنا حابين بس نقرأ التاريخ كده يعني مفيش تقريبا حدث تاريخي مصر عاشته من قديم الأزل إلا ونلاقي في دور كده متبروز لسيدة مصرية. لازم نلاقي ده، يعني تاريخ المرأة المصرية ودورها في مصر هو اللي بيتكلم عنها، سواء كان دور ظهر، يعني الفرصة سنحت ليها وسمحت لها إن التاريخ يتكلم عنها، وفي ستات عظيمات ممكن التاريخ ما يكونش كتب عنهم، لكن هنلاقيهم في بيوتنا، هنلاقيهم كانوا قدوتنا في مدارسنا، هنلاقيهم قدوتنا في شغلنا. الستات المصريات اللي هم بيتمتعوا بقدر من يعني ايه اقول الصحة النفسية الحقيقية. يعني الحقيقة احنا بنحاول على قد ما نقدر كل يوم تلات ان احنا بس يعني نقول لهم شكرا، والله بجد نقول لهم شكرا، شكرا ان انتوا معانا، شكرا ان انتوا سندنا، شكرا ان انتوا واقفين جنب مصر، شكرا ان انتوا بتحموها، شكرا ان انتوا بتعملوا غربلة لأي تحديات بتواجهها مصر في أي بيت، وبتوعي ولادكم
ودايما المرأة المصرية بيبقى عندها حس فطري، حس فطري ان هي تنتقي. الكلام ده زي ما احنا بنقول كده ايه، قلب الام، ده كلام مش اعتباطي ولا كلام كده يعني واحنا قاعدين على المصطبة، لا خالص، ده كلام لو احنا بس، هو العلم تلاقيه مقصر بس في الحتة دي، العلم علم النفس، لكن هتلاقي فعلا قلب الام ده حقيقي يعني، ده موجود فينا كلنا، يا رب يعني خللنا امهاتنا يا رب يعني، ويصبر اي حد يعني فقد القيمة العظيمة والنعمة دي، ربنا يعوضه خير يعني. لكن انا بتكلم في فكرة ان هما بيبقى عندهم حس فطري في ان هما بيشوفوا ده شكله مش تمام، ده شكله تمام، ده هيقف جنب مصر، ده جاي يطمع في مصر، ده مش عارف ايه، ده ايه. وبدليل ان احنا شفنا ان اول ناس اصطفت في ثورة 30 يونيو كانت امهاتنا، هما اللي خدونا من ايدينا كده ونزلوا الشارع، مع ان حد يقول لك لا ثقافه المراه المصريه ما تسمحش وبتاع ومنغلقه خالص، شفناها هي اللي خدتنا ويلا ننزل. طب ليه؟ مع مسؤوليه، هي الست مسؤوله، هي اتربت على كده، كبرت على كده، حست بالمسؤوليه، حست بحمايه مصر. وحمايه مصر دي كمان بقى ده موضوع كبير قوي 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 قوي، لان في طبقه كده للأسف معانا برضو يعني لسه عندها شوية تلوث فكري، إن هي تقول لك لا والله المرأة دي ملهاش غير بيتها وجوزها. ماشي تمام، بيتها وجوزها على عينها يعني فوق راسنا والله، وده دورها الأساسي على فكرة، بس برضو الست لما بتنزل مجال العمل الحمد لله هم اللي بيتكلموا عن نفسهم، شغلهم اللي بيتكلم عنه. ولما تنزل الشارع وتلاقي بنات أمارات زي الشربات زي ما بنقول كده، ولابسين لبس الضباط بتوع الشرطة، وبيحموا الشارع، بيحموا الشارع، بيحموا الراجل قبل الست، وقايمين بدورهم وعارفين هم بيعملوا ايه، وفي نفس الوقت عارفين شغلنا رايح فين وجاي منين. زي ما قلت كده بنشوفه في الشارع لما بقينا نشوف عناصر نسائية جميلة جميلة وراقية جدا وعظيمة في الشوارع وفي الأماكن المختلفة. ويمكن أهلنا ابتدت تحس بده في الشارع المصري لما بقت تتعامل مع عناصر نسائية زي الورد من جهاز الشرطة. طيب تعالوا بقى، احنا يعني سألناهم وقلنا لهم بيتعاملوا معاهم ازاي ورأيهم ايه في وجود العنصر النسائي الجميل اللي زي القمر بس في نفس الوقت حاسس بدوره المسؤول في جهاز الشرطة. ونرجع تاني لحضراتكم. وجود الشرطة النسائية حاجة كويسة، مش عشان طبعا لو في مشاغبة من يعني مع أي واحدة ست أو ما شابه ذلك، هم هيقدروا يردوا عليهم، هيوقفوا أي شغب عند حد. وحتة إن واحدة توقفني وأنا راكب عربية وتسألني على رخصة أو كده، متهيألي حاجة عادية، لأن أنا لو واقف قدام ظابط ما أنا هطلع له رخصتي او هطلع له بطاقتي، لو انا في كمين هطلع بطاقتي. الشرطه النسائيه ضروريه جدا جدا في مصر لحمايه المجتمع الداخلي من تحرش، من الانفلات الاخلاقي اللي موجود، وظاهره بقت ظاهره جامده جدا جدا. طبعا شيء كويس او ده تطور، لان هيتعاملوا مع الستات وما يكونش فيه مواقف حرجه للرجال مع رجال الشرطه، وما يحصلش اتهام لرجال الشرطه بايه، بسلوك مش كويس مع الستات لما يكون في شرطة نسائية. ده شيء حضاري يعني. الشرطة النسائية طبعا حاجة مقبولة، لأن أحيانا بتتعرض بعض السيدات لأماكن هتحتاج تفتيش، هيفتشها راجل مش هينفع طبعا، وما يصحش أدبيا وقانونيا، فهي مطلوبة طبعا، وبقت حاجة عامة في العالم، دول العالم كله فيها شرطة نسائية، فليه احنا نرفضها يعني؟ والله أنضف حاجة، يبقى أنتوا كده عملتوا الصح مع الناس. أدي اللي عملتوه كده، عملتوا الصح مع الناس، اللي فيه حد يكلمك باحترام وادب ويقول لك هات الرخصه هات الفل اتفضل عادي، مش مشكله، ما فيش اي حاجه. ايه يعني نديهم برضو حقهم، وهو طالما شغلهم عادي مش مشكله. الناس المفروض تتعامل معاها باحترام وبادب وبكل، لان دي زي اختي او زي بنتي. بالنسبه لنا حاجه جديده، الجيش فيه ستات والشرطه، ايه المشكله يعني؟ ايه اللي يهمنا يعني؟ بس المهم ان هم يتعاملوا مع الناس يعني بجديه شويه يعني. زي أختي أو زي بنتي، يعني ده الراجل البسيط الجميل ده لخص سلوك الشعب المصري ببساطة جدا، اللي هو بيتمتع بالمروءة
لشوية الدسائس اللي هم دلوقتي يعني إيه ربنا يشفي المجتمع منه. وزي ما احنا شفنا الست ست وبرضو التعامل معاها في الجهاز الأمني بيكون شيء لطيف ولو أثر كويس، تحس كده إنه بيقلل من حدة التوتر، جنس لطيف برضو. دور المرأة اللي شفناه في حاجات تانية كتير كان لازم دي قاعدة وبداية صحيحة، وهو الاهتمام برضو زي ما اتكلمنا عن الأمن. هنيجي بقى للجزء التاني اللي احنا بنتكلم فيه، وده برضو من دائرة الاهتمامات اللي خاصة بالمرأة المصرية من جانب القيادة السياسية بشكل كبير جدا. صحة المرأة اهتمام حقيقي، اتعملت ليه مبادرات حقيقية، كان ليها ردود أفعال ممتازة، ويمكن الأرقام والإحصائيات اللي احنا هنعرضها مع حضراتكم دلوقتي توضح حجم الاهتمام شكله ايه، من خلال ايه؟ من خلال هدم الأساطير. طيب الأسطورة الأولى بتقول انتوا لسه بتاكلوا بعقل الست حلاوة، والاهتمام ده حبر على ورق، ولا شفنا منكم أبيض ولا أسود، ما أنا سمع الصوت ده برضو سمعاه. إنما الحقيقة بتقول إن الاهتمام بصحة المرأة مثلا كان في أعظم أشكاله بإعلان وزارة الصحة عن الانتهاء من فحص 4,120,264 امرأة حتى نهاية ديسمبر 2019، اللي من ضمن مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن أمراض النساء. الكلام ده حصل في أقل من إيه؟ من سنتين بس، مش بنتكلم في 10 سنين ولا استراتيجية ولا الكلام الكبير ده، لا ده في سنتين. طيب الأسطورة اللي بعدها بتقول دول هم كام دكتور على كام تمرجي على كام سماعة، هم دول بقى اللي اتكشف عليهم وانتوا بتضربوا أي أرقام والسلام. سمع حضرتك برضو. اوكي طيب ماشي، نرد عليك بقى نقول لك ايه؟ نقول ان الحقيقة بتقول ان في 1395 فريق طبي اشترك في الكشف على كل نساء مصر من جميع المحافظات أو معظم المحافظات، والفرق دي في 1175 وحدة صحية في معظم محافظات مصر إن ما كانش كلها. طيب آخر الأساطير بقى بتاعت النهاردة بقى بتقول إيه؟ الأسطورة بتقول إيه يعني كام واحدة ست كشفوا عليهم؟ ما ستات مصر كتير جدا، ولا أنتم كشفتوا يعني على مليون ولا 2 مليون وهتعملوا بيهم بقى فيلم؟ أرجع وأقول لحضرتك سمعاك تالت، بس لازم بقى إن إحنا نرد عليك عشان دي سكة التكسير والهدم المعنوي اللي إحنا بنتكلم فيه، فبيبدأ إن هو يكسر ويقلل من شغلك ويخش لك من أي زاوية عشان يهدلك اللي إنت بتعمله. لكن برضو هنرد عليك بالحقيقة. الحقيقة بتقول إن المستهدف من مبادرة 100 مليون صحة الخاصة بصحة النساء هو الكشف على 28 مليون سيدة من سيدات مصر في 20 محافظة. المرحلة الأولى كانت 9 محافظات، المرحلة الثانية اللي ابتدت في نوفمبر 2019 عبارة عن 11 محافظة تانية. الأرقام ما بتكذبش، الأرقام بتعكس حجم الاهتمام الفعلي للمرأة في مصر وصحة المرأة. وكنا اتكلمنا قبل كده عن المرأة في العمل، سوق العمل، ولسه يعني إن شاء الله إن كان لينا عمر في الحلقات اللي جاية كل يوم 3 على قد ما نقدر ما بين الطفل والمرأة، هنتكلم عن دورها في كل زاوية من الزوايا اللي بتخص الوطن، لأن ده مش دور بسيط، واهتمام الدولة مش اهتمام شفوي، لا ده عملي وبالأرقام وبالنتائج وبالتقارير وبالمبادرات وبتقارير عالمية بتنعكس وبتكتب وبتقول كنا فين وبقينا فين والكلام ده كله، ولسه هتبان شوية بشوية كمان في المستقبل. الست المصرية عشان تقدر تأدي دورها بالشكل الحقيقي كان لازم يكون الاهتمام بيها حقيقي على جميع المستويات، وعشان تقوم بدورها في جزئية الأمن كمان كان لازم كل اللي فات يكون بيتعمل. ما هو يعني ربنا يديهم الصحة يا رب، يعني الصحة دي هي عنوان الحياة زي ما قلنا كده، زي ما قال العظيم حافظ إبراهيم، من غير الصحة لا هنعرف اللي هي لا ترعى بيوتنا ولا ترعى أي مسؤولية هي بتقوم بيها، فالصحة هي الأساس، وبعد كده نشوف بقى الأدوار التانية. كلمنا عن دور الأمن واتكلمنا عن دور الصحة، عايزين نشوف مع بعض تقرير عن دور المرأة المصرية
تاني في قطاع الأمن وحماية مصر والمصريين. وبعدها كمان بقى هنشوف تقرير عن مدارس شهداء مصر اللي برضو الست المصرية شايلة مهمة تربية ولاد ابنها اللي استشهد، أو تربية كمان يعني بعيدا عن حرقة قلبها في أن ضناها ما بقاش موجود في الدنيا إلا أنها بتكمل المسيرة، أو الست الجميلة اللي لسه بتبتدي حياتها مع شريك حياتها وما تلاقيهوش جنبها. ما تلاقيهوش جنبها ليه؟ عشان بيدافع عن وطنها. فيمكن دي يعني رد جميل بسيط جدا للعظماء الشهداء. ونرجع تاني لحضراتكم نكمل فقرتنا عشان نسمع بقى هي المرأة لسه بتواجه تحديات. طبعا بتواجه تحديات، الدنيا مش وردية قوي كده، فعايزين نسمع برضو بس بعد ما نشوف التقارير دي ونرجع تاني. اعتدنا الإبداع في التضحية والتفاني في الجهود من المرأة المصرية والتي ظلت على مر التاريخ تدعم حركة التنمية والتطور وتقف جنبا إلى جنب مع خطط الدولة المصرية لتجعلها تسير نحو مستقبل أفضل. وظلت المرأة المصرية سنوات طويلة محصورة في الأعمال المكتبية والإدارية داخل وزارة الداخلية، وكان يتم إغفال المشاركة النسائية عند وضع خطط إحكام القبضة الأمنية ومواجهة الخارجين عن القانون وإعادة الأمن والاستقرار للشارع المصري. وقد لمع نجم الشرطة النسائية منذ 2014 في الشارع المصري عندما وضعتها وزارة الداخلية في قلب خططها لمكافحة الجريمة، حيث أسست إدارة خاصة للشرطة النسائية تشرف على تدريب الضابطات الراغبات واللائقات على أعمال الدفاع عن النفس والتأمين ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة وتأمين اللجان الانتخابية في الكنائس والمدارس خلال الانتخابات الرئاسية. لم تمر سنوات على ترك المرأة المصرية لبصمتها داخل جهاز الشرطة إلا وقد قدمت أولى شهيدات الوطن وهي العميدة نجوى النجار والتي استشهدت خلال تفجير إرهابي استهدف الكنيسة المرقصية بالإسكندرية في أبريل 2017. المرأة المصرية ساعد قوي تعول الدولة المصرية عليها في خططها للبناء والاستقرار والحفاظ على أمنها القومي، وستظل أحد الخطوط المنيعة للدفاع عن المجتمع المصري في وجه من يترصدون بمصر ويسعون نحو فشلها. استشهدوا في سبيل الله فظلوا أحياء يرزقون، وباتت أسماؤهم تردد لتبقى ذكراهم أطول من أعمارهم. هم شهداء هذا الوطن الذين حفرت أسماؤهم على عدد من مدارس الجمهورية. فهنا في الشمال حيث محافظة مطروح تجد اسم الشهيد النقيب كريم فؤاد هنداوي أبو زامل يزين إحدى المدارس الإعدادية بنات تخليدا لعمله البطولي، حيث استشهد في مارس 2015 أثناء التعامل مع إحدى السيارات التي اشتبه في أنها تقل مسلحين بمنطقة العالمين. نفتخر به في محافظة مطروح أن احنا يكون اسمه على اسم على إحدى المدارس، لأن طبعا مهم قوي أن الطلبة في مدارسنا يتعلموا يعني إيه كلمة شهيد، يعني إيه واحد يضحي بنفسه ويضحي بحياته. وهذه مدرسة في محافظة الإسكندرية تزينها لافتة باسم الشهيد الرائد محمود سامي عبد الرحمن فتحي، والتي استشهد متأثرا بطلق ناري أثناء ملاحقة أمنية مع بعض العناصر الإجرامية بالمحافظة. احنا طبعا بنسمي بأسماء الشهداء مش بمجرد ان انا بحط اسم شهيد على المدرسة كجدران، لا، انما هي انا بحط بذرة لولادنا اللي طالعين، ولادنا طبعا اللي ضحوا بأرواحهم وبكل حاجة في حياتهم في سبيل الوطن، أنا بحط البذرة دي للجيل اللي طالع الجديد. أما في الدقهلية فنجد مدرسة الشهيد البطل أحمد رشاد غنيم بمدينة المنصورة
والذي استشهد أثناء مطاردة عناصر إرهابية في شمال سيناء. بنقول طبعا في الإذاعة المدرسية في البداية خالص عشان الطلاب الجدد بنعرفهم على الشهيد توفى إزاي، استشهد إزاي، ونبذة مختصرة عنه. وهذه لافتة مدرسة أخرى تحمل اسم الشهيد سامح البطاوي ابن مركز طوخ بمحافظة القليوبية، لترسيخ قيم وبطولات الشهيد الذي استشهد أثناء القيام بواجبه في سيناء. إطلاق أسماء الشهداء على المدارس ليس فقط هدفه تكريم الشهداء، بل تظل بطولاتهم راسخة في نفوس الأجيال الحالية والقادمة. من جديد رجعنا عشان نكمل الجزء الأخير من حلقتنا في الحقيقة، واللي هتكون ضفتي فيها دكتورة رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة. دكتورة رانيا تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. طيب احنا بنتكلم في فكرة ان على الرغم من كل التحقيقات اللطيفة والإنجازات اللي اتعملت بالنسبة للمرأة المصرية، اللي لسه برضو في بعض التحديات وفي بعض المشاكل اللي بتواجهها المرأة المصرية. طبعا المجلس القومي للمرأة عنده صندوق عظيم جدا اسمه صندوق الشكاوى، صح؟ فبالتالي هو بيواجه الشكاوى دي وبيشوف قد ايه ممكن المرأة المصرية يكون ناقصها ايه في الفترة دي. عايزين نسمع بقى. بالنسبة لصندوق الشكاوى احنا وصلنا في 2019 14300 شكوى لمكتب الشكاوى. وصلنا يعني ناس تقدموا للمجلس بالفعل من خلال وجودهم في المجلس، يعني راحوا هم قدموا شكاوي أكتر من 9000 شكوى، ووصلنا عن طريق الخط الساخن للمجلس 15-1-15 وصلنا أكتر من 5000 شكوى. أغلب الشكاوي ده 2014؟ لا 19، السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت على طول. أكتر الشكاوي طبعا كانت مشاكل تتعلق بالأحوال الشخصية، يعني الطلاق والنفقة والعنف طبعا اللي بيمارس ضد المرأة من أكتر المشكلات. والحقيقة هي طبعا أكتر حاجة يعني بتواجه المرأة لازالت هو العنف بأشكاله المختلفة. طيب العنف احنا برضو يمكن بعض الأخوات والجميلات ما يعرفوش عنف بمعنى إيه. يعني إحنا نسمع إن في حاجة اسمها عنف مثلا نفسي، وفي عنف مثلا عنف جسدي، صح؟ طيب يعني أبرز الشكاوى بتكون في أي اتجاه من العنف وأنواعه؟ يعني طبعا العنف الجسدي أكتر نوع يعني بيواجه المرأة، لأن في للأسف أزواج بيتعاملوا أو يعني القائمين على الأسرة الأخ أو الأب بيتعامل مع الفتاة أو المرأة بشكل غير لائق، يعني يهينها، يجرح كرامتها طبعا بالتعدي سواء بقى لفظيا أو جسديا. فمن أكتر أشكال العنف الحقيقة اللي بتواجه المرأة هو العنف بأشكاله المختلفة. العنف الجسدي اللي هو يعني الإيذاء أو الضرب أو التعنيف بشكل أو آخر، والتحرش، تحرش لفظي أو جسدي طبعا من أول النظرة الخادشة للحياة أو الألفاظ الخادشة إلى الاغتصاب، هتك العرض بقى والتحرش، محاولات يعني التعدي بشكل أو آخر، كل دي أشكال مختلفة. الجانب الثاني اللي هو العنف النفسي اللي بيأثر سلبيا على المرأة وبتواجه فيه تحدي كبير جدا، لأن يعني كل أثار العنف اللي فاتت دي كلها طبعا ليها أثار كمان نفسية على المرأة. بالإضافة أن في بعض الأحيان العنف اللي في العمل أو العنف من مرأة لمرأة، يعني في أشكال مختلفة طبعا بتواجهها السيدات. يعني العنف ما بيكونش ذكوري فقط، لا طبعا، ما ممكن يكون أنثوي طبعا. طبعا أحيانا في بعض مواقع العمل طبعا بنشوف إن في ممكن مرأة بتضطهد مرأة في بعض الأحيان. عنف جسدي ولا عنف لفظي؟ لا، عنف بيبقى عنف معنوي أو اللي هو العنف النفسي، يعني تعدي على حق من بالضبط. بالضبط بالضبط. لكن طيب بالنسبة كمان الفئات العمرية، يعني ده برضو مهم جدا، هل في فئات عمرية بيبقى ليها نسبة في الشكاوى أكتر يعني المجلس القومي للمرأة عن بعض الفئات الأخرى ولا إيه بالضبط؟ هو المجلس طبعا يعني معني بالفتاة من عمر 18 سنة لما فوق، لكن عارفة بيجي أعداد كبيرة من الشكاوي في سن الزواج،
لان عشرينات تلاتينات بالظبط. دي فيها طبعا يعني عنف كتير نتيجه برضو للفهم الخاطئ للدين واستعمال الرجل لحقه بشكل مغلوط، فبيترتب عليه ان هو بيتعامل بشكل ينتهك حريه المراه وينتهك كرامتها بشكل غير لائق. طيب شايفه الحلول ايه يعني عشان نقدر ان احنا نقلل وبعد كده في المستقبل ما يكونش في عنف تماما يعني في المجتمع المصري؟ طبعا تشريعات قانون وتنفيذ هذه الاحكام القانونيه، يعني مش الرادع فكرة نفسه. طبعا فكره الرادع، تحقيق الرادع ده شيء مهم جدا. الحاجه الثانيه بقى هي التربيه والتوعيه والثقافه المجتمعيه، وده الحقيقه جزء مهم جدا جدا ولا يقل اهميه ابدا عن يعني الشق القانوني من وجهه نظري. يعني انا شايفه ان التربيه عليها عامل كبير جدا، لما تعلمي اطفال وتعلمي نشأ وتكبريهم على احترام المراه وتقديرها. ويعني سيادة الرئيس كان في منتدى اسوان اتكلم على تقدير المراه وان يعني وجه رساله للرجال ان هم يحترموا المراه ويجلوا المراه وينحنوا للمراه احتراما وتقديرا. فدي رسائل الحقيقه احنا لو علمنا اولادنا كده وكبرناهم على فكره التقدير والاحترام والإجلال للمرأة، لأن المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة. فيعني ما فيش رجل خرج غير من رحم امرأة، صحيح. وبالتالي يعني أيا كان هذا الرجل فهو يقدر بالتأكيد على الأقل والدته يعني الأم. فلازم ان احنا والامهات طبعا كمان الحقيقه عليهم دور كبير جدا في الثقافه الذكوريه الخاطئه اللي موجوده داخل مجتمعاتنا الشرقيه بشكل عام مش بس في مصر. لان هذه الثقافه اللي بتغرسها في الاول هي الام، فاحنا محتاجين ان احنا نعيد النظر تاني. وفكره التوعيه عليها عامل كبير جدا وفكره الثقافه. وانا الحقيقه يعني لو تسمحي لي من خلال برنامجك سيادة الرئيس أعلن إن 2020 إن شاء الله هيكون عام الثقافة والوعي، وده شيء يعني الحقيقة رائع وأنا سعيدة بيه جدا، لأن كان ليا الشرف إن أنا ناشدت سيادة الرئيس في أكتر من لقاء تلفزيوني وفي أكتر من مقال إني متمنية إن 2020 يكون عام للثقافة المصرية. فسيادة الرئيس أطلقوا عام للثقافة والوعي، وسيادة الرئيس كان يعني في مرات كثيرة الحقيقة اتكلم وشدد جدا على الوعي وأهمية الوعي. وإن كنا النهاردة بنتكلم على عنف أو على مشكلات لازالت موجودة في مجتمعنا أو في أي مجتمع، فهي بالتأكيد بيرجع ليها فقد الوعي يعني أو نقصان الوعي عند مجموعة من البشر. وبالتالي الوعي هنا إحنا هنشدد جدا عليه، هنحط تحتيه 100 خط، هنتكلم على الوعي بالنسبة للأطفال، بالنسبة للأمهات اللي محتاجة أنها توعي ولادها وأبنائها وتتعامل مع الولاد والبنات بثقافة احترام كل منهم للآخر. كل دي إحنا محتاجين الحقيقة يعني الثقافة اللي تبقى راسخة في وجداننا، وهي ثقافة احترام الآخر وقبول الآخر والتقدير لكل من يعني الرجل للمرأة والمرأة. طيب أنا كلام حضرتك ده لازم يخليني يعني أسألك في نقطة متعلقة يعني بتفاصيل التحديات اللي بتواجهها المرأة المصرية. احنا عندنا بعض المجتمعات العظيمة يعني في محافظات مصر بتبقى ليها سمات خاصة بيها، يعني زي مثلا الصعيد، زي بعض المحافظات اللي موجودة في الدلتا، بيبقى ليهم كده يعني هوية خاصة بيهم بشكل أو بآخر، خاصة في التعامل مع المرأة. على الرغم من إن احنا بنلاقي إن يعني الرجال بيحطوا السيدات فوق راسهم في بعض المواقف، إلا إنهم متناقضين جدا، يعني في تناقض غريب. صح، إن نفس الراجل ده اللي بيحط الست على راسه هو بيضطهدها من غير ما يشعر أو من غير ما يدرك بحجم الاضطهاد في بعض المواقف الأخرى. عشان كده سؤالي ليكي، هل في محافظات معينة نسبة الشكاوى فيها أكتر من محافظات تانية في مصر؟ بصي، في بعض المحافظات يعني بيجي من عندهم شكاوي كتيرة في منطقة وسط الدلتا. بصي كمان هي طبيعة الشكاوي بتختلف من حاجة لحاجة، يعني في العنف زي ما قلنا العنف الجسدي، في الختان الإناث هو شكل من أشكال العنف اللي بيمارس ضد المرأة والفتاة، فده يعني في المناطق الجغرافية بتختلف من على حسب نوع الشكوى. الحاجة التانية وهي الميراث، المجلس قومي للمرأة الحقيقة خرج قانون اللي هي تجريم
من يحرم أنثى من الحصول على ميراثها، وده لأول مرة يعني يبقى فيه عقوبة تتعلق بالعنف المادي، لأن ده عنف مادي بعدم حصول المرأة على الميراث. فده كمان شكل من أشكال العنف اللي بيمارس للأسف في كتير في الصعيد. فيعني عارفة حسب شكل العنف وتقدير المشكلة، كمان إحنا عندنا ثقافة مجتمعية سائدة، وهي إن في بعض الأحيان بيبقى فيه عنف بيقع على المرأة، لكن المجتمع ما بيتقبلش فكرة إنها تشتكي. ودي الحقيقة معضلة كبيرة. بيبقى فيه اضطهاد أكتر للي بتشتكي. بالظبط بيبقى فيه اضطهاد أكتر. إحنا بنحاول طبعا إن إحنا نوعي المجتمع ككل، مش بس المرأة، بنوعي المرأة بحقوقها، ويعني بإن هي لازم يكون عندها قدر من المسؤولية للحفاظ على نفسها وعلى كيانها وعلى كرامتها، بما لا يخل كمان الأسرة والعادات والتقاليد اللي احنا يعني اتربينا عليها. ولكن في أمور الحياة بتكون طبعا تجاوزت الحد المقبول يعني. بس في وعي دلوقتي من المرأة طبعاً بشكل كبير كتير جدا في فكرة ان هي تكتب شكوى وتوديها المجلس طبعاً القومي للمرأة، او ان هي تعبر عن صوتها. الكلام ده كان من شوية سنين ما كانش موجود طبعا يعني. والحاجة التانية الحقيقة ان الاهالي كمان بدأوا يتقبلوا هذه الفكرة، يعني اصبح دلوقتي في كتير ناس بتقدم شكاوي لحالات تحرش، لحالات عنف بتواجهه المرأة في المجتمع. دي ثقافة ما كانتش موجودة خالص، لكن المجلس عمل وحدات لمناهضة العنف والتحرش داخل الجامعات المصرية، ووصلنا دلوقتي عندنا 21 وحدة من هذه الوحدات داخل 21 جامعة، وده شيء إيجابي جدا الحقيقة، لأن هذه الوحدات بتقوم بدور توعوي كبير جدا، بتعمل ندوات، بتعمل نشاطات تفاعلية ما بين الطلاب والفتيات، بتوعيهم بأهمية يعني احترام كل منهم للآخر، وإيه هي المشكلات اللي بتتعرض لها المرأة من خلال العنف أو التحرش اللي هي. بس عارفة في يعني صوت يائس بائس كده حولنا يعني في مجتمعنا دكتور، يعني دايما إيه أول ما يلاقي إعلانات بقى في الجامعات وندوات ومش عارف إيه وكلام، ولا يقول لك ولا هيحركوا أي حاجة يعني. والله في بيتحرك يعني، احنا في بالظبط يعني عدد. انا عايزه بقى اركز فيه ان في فعلا في تحرك في طبعا في تحرك كبير. احنا عندنا في جامعه عين شمس، في جامعه بني سويف، في جامعه القاهره، طبعا من اوائل الجامعات الحقيقه اللي انشات هذه الوحده، عندنا في اكاديميه الفنون، يعني لا في كتير دلوقتي من الجامعات الحقيقه، محافظات كتيره دلوقتي عملت هذه الوحدات. وزي ما قلت لحضرتك ان هذه الوحدات بتقوم بدور توعوي كمان، وبالإضافة لأنها كمان بتتلقى الشكاوي اللي بتتعرض ليها أي فتاة طالبة أو أستاذة جامعية أو عاملة داخل الجامعة أو موظفة، بتقدر إن هي إذا تعرضت لأي حالة من حالات العنف أو التحرش داخل المؤسسة بتاعتها، تقدر إن هي على طول بدل ما تروح تحرر محضر في اسم شرطة أو يعني تضطر إنها تخرج خارج المؤسسة بتاعتها، لا هي بتقدر انها على طول تقدم الشكوى داخل الجامعة. وفي هيكلية معمولة داخل هذه الوحدات بحيث ان هي تقدر انها يعني توقع عقوبة على يعني الجاني. فكرة كمان التعامل مع المرأة ان هي لازم يعني ايه، في ربط كده ثقافي ربما يكون صح في بعض الاحيان، وربما يكون يعني ايه زي ما بيقول مبالغ فيه في بعض الاحيان الاخرى، ان لا انت عندك شكوى يبقى تكتمي صوتك عشان ما ينفعش، لازم تسكتي عشان البيت يكمل وعشان ولادك، لازم تسكتي عشان ما تفضحناش، عشان احنا لازم يتستر علينا، وفكرة الستر بالانثى وان ما ينفعش تعبر عن صوتها ورأيها والكلام ده كله، دي ثقافة صح ولسه موجودة في طبعًا بيوت قريبة مننا على طبعًا فكرة. طبعًا طيب كتير. احنا ازاي نقدر ان احنا من خلال مجلس القومي للمرأة وبالتنسيق مثلا مع بعض الوزارات الأخرى اللي بتخص المرأة بشكل كبير جدا، زي ما بنتكلم مثلا عن وزارة الثقافة، بنتكلم عن وزارة الشباب والرياضة، لو احنا بنتكلم برضو في أنشطتها التعليم العالي، بنتكلم في التضامن الاجتماعي، كل الوزارات دي أخبارها إيه في التنسيق معاكوا عشان نقدر إن احنا فعلا نقوم بالدور التوعوي ده ونغير بعض الثقافات اللي فيها بعض الرواسب الخاطئة في أذهان أي فتاة مصرية. حضرتك شوفي من ناحية ان في يعني تعاون مشترك مع الوزارات والمحافظات كمان، في تعاون كبير لان احنا عندنا في المجلس في 27 فرع في 27 محافظة، وبالتالي في تنسيق بيحصل ما بين كل فرع والسيد المحافظ اللي موجود في محافظته.
أما عن الوزارات ففي طبعا تعاون الحقيقة كبير جدا مع كتير من الوزارات المعنية، أولها طبعا وزارة التضامن لأن المجلس كمان بيقدم مشروعات صغيرة متوسطة ومتناهية الصغر، في مراكز للمعنفات كمان اللي بيلجأوا الدولة بتوفرها الحقيقة تبع وزارة التضامن الاجتماعي، فهذه يعني المراكز للمعنفات بتستقبلهم وتحتويهم، لأن في بعض السيدات اللي ممكن يتم طردها من البيت أو يبقى ما عندهاش مأوى وبتخرج هي وأطفالها، فالحقيقة طبعا المرأة بتتعرض لمشكلات كبيرة داخل مجتمعنا. لكن في تعاون، في تعاون كمان من أجل تغيير الثقافة زي ما حضرتك بتقولي، وارتفاع نسب الطلاق الكتيرة اللي بقت موجودة في المجتمع دي غيرت أو أجبرت الناس إن هي تغير من هذه الثقافة المغلوطة، إن الناس فكرة إنك لازم تستحملي ولازم تصبري. الست بالفعل بتستحمل وبتصبر علشان خاطر يعني هي اللي عليها العبء الأكبر في التربية برضو الضغط طبعا اللي طبعًا. هو النظر، وده للأسف يعني ده خلل في بعض الأوصاف يعني الناس عايشين معانا، إن فكرة النظر للمرأة المطلقة بأن في بس حاجة أعتقد تغيرت في مناطق ومناطق يعني خلينا برضو نكون متصرحين جدا مع نفسنا، لأن الصراحة دي هي اللي بتخلي مين أن احنا طبعا نعالج أكيد المشكلة. أكيد أنا معاكي، بس هي الفكرة أنا اللي أقصده إن ارتفاع نسبة الطلاق في كل الفئات تقريبا دلوقتي في مجتمعنا، يعني تقريبا ما فيش بيت ما عندوش نسبة طلاق، ده حقيقي. فده خلى الناس بقت يعني بقت متقبلة لفكرة الطلاق أكتر، النظرة اختلفت لأنها بقت حاجة كتيرة وموجودة. يمكن الأول كانت النظرة بتبقى نظرة سلبية جدا للمرأة المطلقة، ولكن مع زيادة عدد المطلقات بشكل كبير جدا من فئات مختلفة، فقيرة وغنية وطبقات متوسطة ومتعلمة وغير متعلمة، يعني عارفة الموضوع ما بقاش مقتصر على فئة معينة داخل المجتمع، هو بقى للأسف إن هو يعني شيء سلبي وأصبح يطل كتير جدا من الأسر. وهقولك كمان المشكلة اللي يعني تستغربي لها شوية هي وجود نسب طلاق في بعد عدد كبير أو بعد سنين كتيرة من الزواج، يعني كان دايما يبقى نسب الطلاق بتبقى زيادة قوي في السنة الأولانية أو يعني 30 سنة 20 سنة، لا ده اللي كانوا بيبقى متجوزين لسه بقالهم سنة وسنتين، يعني حديث الزواج كان بيبقى فيه نسب طلاق لسه مش متعودين على بعض، في نسبة طلاق بعد 20 سنة و30 سنة بالظبط، بعد يعني ناس قعدت عشرة بعض 30 سنة وعندهم ولادهم كبروا وجوزوا ودلوقتي تلاقيهم بيطلقوا. فللأسف يعني المنظومة القيمية بتاعتنا الحقيقة أو النسق القيمي كله اتغير واختلف، والشخصية المصرية نفسها اتغيرت ومحتاجة إعادة نظر تاني، ومحتاجة فكرة طبعا طبعا، وده اللي سيادة الرئيس قاله الحقيقة في المرحلة الرئاسية التانية، هي فكرة بناء الإنسان. فاحنا شفنا دلوقتي في ملف الصحة يعني تم فيه إنجازات كبيرة قوي قوي الحقيقة. هي المشكلة كمان يا دكتورة رانيا هي مشكلة وحاجة جميلة، يعني إن الأمر ما بيبقاش متعلق بالمرأة المصرية فقط، لا ده هي بيبقى وراها ناس أطفال طبعاً منها طبعاً بشكل كبير، فبالتالي انت بتحاولي وهي اللي بتتكبد المعاناة، وخلينا نبقى متصارحين يعني هي يعني نعالج الأسرة كلها بشكل كبير، الست هي اللي بتشيل الباكج على بعضها يعني من تربية مسؤولية حتى الماديات الصرف تبعات هذه المسؤولية، المدارس التعليم الدروس التعليم رياضة، يعني عارف كل حاجة هي الأم هي اللي بتشيل. فطبعا هي منظومة الحياة محتاجة قعدة نظر، سيادة الرئيس قال انه مش هيوقع على قانون غير منصف للمرأة، واحنا في انتظار قانون الأحوال الشخصية ان شاء الله نتمنى ان هو يخرج بإذن الله ويكون يعني منصف لصالح الأسرة المصرية ولصالح الأطفال، ويعني نتمنى بإذن الله ان كمان فكرة الثقافة والوعي فعلا نشتغل عليها بشكل أكبر، لان احنا في أمس الحاجة ليها. المرأة المصرية في دقيقة كده محتاجة ايه يتوعى بيها؟ يعني هي محتاجة ايه اللي ناقص عند المرأة المصرية بشكل عام محتاجة ان هي تتوعى بيها بشكل اكتر؟ من خلال طبعا مجلس القومي للمرأة بما انه هو بيستقبل كل الشكاوى وكل الحاجات. هقولك احنا محتاجين بقى حماية لوطننا، واحنا داخلين على 25 يناير عيد الشرطة المصرية، وطبعا بنقدم كل التحية والتقدير والإجلال لضباط الشرطة جميعا، يعني من اول سيادة وزير الداخلية لحد اصغر مجند نوجه لهم يعني تحية الحقيقة، لما الفترة اللي فاتت كلها استعادوا الامن والامان داخل الشارع المصري، كمان الشرطة النسائية الحقيقة اللي عليهم دور كبير جدا، ومتواجدات في
في الشارع وبينزلوا حملات كبيرة، وعندنا كمان مديريات الأمن بقى أصبح فيها وحدات لمناهضة العنف داخل مديريات الأمن، وبالتالي الشرطة النسائية عليها دور كبير في حماية المرأة المصرية من أي عنف، وفي تعاون كبير جدا ما بين الداخلية وما بين المجلس القومي للمرأة، بنعمل غرف عمليات وبيبقى فيه يعني نزول مكثف وخاصة في المناسبات والأعياد، في تعاون مثمر نتمنى إن شاء الله. وطبعا الست المصرية كمان في الشرطة شفناها ضحت بنفسها وضحت بأرواحها، وكان في عندنا شهادات في حادث الكاتدرائية، يعني شفنا المرأة المصرية أنها زيها زي الرجل في كل حاجة، فبنوجه للمرأة كل التحية وكل التقدير في الشرطة النسائية، وبنتمنى بإذن الله أن يبقى فيه استعادة لمعنى الأمن القومي للمرأة المصرية، أنها تعي أكتر بخطورة المرحلة اللي احنا موجودين فيها. احنا كمان بنوجه لحضرتك التحية والتقدير يعني دكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس القومي للمرأة على كل التفاصيل والمعلومات اللي بتخص يعني أهم التحديات اللي بتواجهها المرأة المصرية مش بس في العاصمة، لا في طبعاً كل المحافظات طبعاً المصرية. أكيد طبعاً. طبعا بشكركم مشاهدينا الكرام على متابعة حلقة النهاردة، وأشوفكم بإذن الله بكرة في حلقة كل يوم أربع مسؤول مصري. تقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أي عبد الرحمن إلى اللقاء.